السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي، معاكم علاء عامر. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض فيديو تحضيرات المدارس، يا رب يعجبكم وبإذن الله كده تكون وصفات سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية إن شاء الله. طلبت مني كتير جدا إن أنا أعملها سريعا، بس أنا والله يعني بعتذر جدا عن تأخيري في تنزيلها، الوقت ضيق يعني، بس الحمد لله انجزتها ونزلت لكم الفيديو اهو، يا رب تستفادوا منه. الافكار ان شاء الله هتكون بسيطه جدا جدا وسهله قوي قوي، يا رب يعني تكون سهله عليكم انتوا كمان. اول حاجه هنشتغل فيها هو العيش الفينو الحلو اللي انتوا شفتوه ده، هنشتغل بنص كيلو من الدقيق، هيطلع معانا كميه حلوه جدا. تقدروا طبعا تشتغلوا بكيلو عشان يطلع لكم ضعف المقادير، وحاجه حسب الرغبه يعني. هنستخدم كمان بيضه واحده، وهنستخدم حليب، وهنستخدم زبده، حاجات بسيطه جدا جدا من كل حاجه يعني. تقريبا كل وصفاتنا النهارده هنستخدم فيها بيضه واحده بس، حتى الكيك اللي هنعمله هنستخدم كيكه بيضه واحده، وكمان الزبده مش كتير خالص، وهي اختياريه، ممكن تستبدلوها بزيت او سمنه او خليط ما بين الاثنين، بس الزبده صراحه لما استخدمتها طعمها حلو جدا في العجين. وهستخدم معلقتين كبار مش اكتر من كده. اول حاجه بس هعملها كده حاجه بسيطه جدا بس هتفرق في قوام العجين وطراوته جدا، وهي عجينه سايله هعملها على ايديا، كوبايه الا ربع من الميه ونص كوبايه من الدقيق. انا ماليه الكوبايه اللي معايا دي للاخر من الدقيق، وحطيت كوبايه وربع منها من الميه، لان الكوبايه اللي معايا دي صغيره، لكن انا بتكلم على احجام الكوبايات اللي هي بتكون بتاعه المج الشاي الكبير شويه، مش اللي قد اللي في ايدي دي. فالمقدار اللي هكتبه لكم على قد ما هتعايروا بكل كوبايه، هي اللي هتعايروا بيها كل المقادير، تمام كده. فانا هستخدم نص كوبايه من الدقيق وكوبايه الا ربع من الميه، حطيتهم على النار، دوبتهم طبعا الاول على البارد ورفعتهم على النار لحد ما كونوا عجينه زي ما انتم شايفينها كده، عامله زي المهلبيه تقيله شويه. سبتها على جنب تبرد لحد ما نجمع بقيه المقادير. هستخدم زي ما اتفقنا نص كيلو من الدقيق، عشان كده انا جبت الميزان عشان الموضوع يبقى مظبوط. مش عارفه يعني او مش عايزه توزني، خدي نص كيس الدقيق او اشتري نص كيلو سايب من عند العطار وخلاص. يبقى نص كيلو دقيق، هستخدم عليه كوبايه كبيره من اللبن وعليهم بيضه واحده بس، هقلبهم كويس وهحط شويه فانيليا. الفانيليا عايزه اقول لكم بقى في العيش بيدي طعم حلو قوي، رغم ان هو عيش مالح عادي خالص، بس جربوا كده رشه الفانيليا دي بتفرق جدا في ريحه العجينه لما تطلع من الفرن او هي بتتخبز يعني. هقلب البيضه مع اللبن كويس جدا جدا لحد ما تدوب، ودول هسيبهم على جنب، ده يعني المقادير السايله اللي انا هستخدمها. في العجان بقى او على ايديكي براحتك، هحط نص كيلو دقيق وهحط عليه معلقه كبيره ونص او معلقتين من السكر، وهستخدم كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه من اللبن البودره، برضو ده اختياري لبن البودره، بس هو حلو قوي في المعجنات. رشه الملح بتاعتنا على الدقيق، وهقلب كل ده في العجان كده على الخفيف، وبعد كده هبدا اضيف السوائل وكمان العجينه اللي احنا عملناها على ايدينا الخفيفه اللي انتوا شفتوها دي. بعد ما المكونات الجافه كلها تتقلب كويس جدا، هضيف بقى اللبن بالبيضه اللي احنا قلبناهم مع بعض عليهم رشه الفانيليا، وهضيف كمان العجينه اللي احنا عملناها على النار. في الاخر خالص هنضيف الزبده، لسه ما تستعجلوش، او الزيت او الخليط ما بين الاثنين، او حتى سمنه، بتفرق قوي الحاجات اللي احنا بنحطها دي. طبعا ده عيش فينو بيتي، ملهوش علاقه بتاع الافران خالص، لان بتاع الافران طبعا ما فيهوش كل المكونات دي، هو دقيق معجون بميه وخميره وخلاص، لكن احنا حاطين فيه شويه حاجات هنا يعني قيمه غذائيه وريحه وطعم مش قادره اقول لكم والله، فعلا يتاكل حاف من ريحته الحلوه. هقلب بقى بالعجان كويس جدا على لحد ما يتعجن معايا والعجينه تتلم كده، واول ما احط الزبده هتلقوا العجينه بدات تلم، او الزيت بقى زي ما قلنا. لو حسيتوا العجينه لسه سايله وبتلزق، ضيفوا لها معلقتين ثلاثة دقيق وكملوا عجن، وبعد كده سيبوها تخمر. لما هتخمر وتبدا في تخمير وكده، ساعتها لما نيجي نعجن او لما نيجي نفردها هنبقى نحط لها شويه الدقيق اللي هيخليها ما تلزقش، لكن ما تستعجلوش على كميه الدقيق الزياده اللي هتضيفوها اثناء العجن لو هي لسه بتلزق معاكم. بصوا هي بتلزق معايا ازاي، هدخلها تتخمر على طول، مش هضيف لها دقيق دلوقتي خالص. بعد ما خمرت وما شاء الله ارتفعت جدا، انا عايزه اقول لكم يعني انا طبعا بعمل كذا حاجه مع بعض، فانا جمعت لكم العيش ورا بعض، فيديو العيش ورا بعض بالتفصيل بتاعه، والكيك اللي هتشوفوه معايا جمعته لكم ورا بعض، رغم ان انا كنت بشتغل في كل حاجه تقريبا ورا بعضها، على ما ده يخمر كنت بشتغل في الكيك وهكذا.
فانا جمعت لكم كل وصفه منفصله بالترتيب كده. العجينه بقى نزلتها طبعا، فرغت منها الهواء اللي كانت اتكون منها، وهبدا بقى اقسمها زي ما انتوا شفتوا كده. لما حطيت في ايدي شويه زيت العجينه اتمسكت في ايديا، شايفين ازاي؟ لان هي كانت ملزقه قبل ما نبدا التخمير، كانت ملزقه. هاخد بقى العجينه قسمتها على اتنين زي ما شفتوا كده، وهقسم كل نص على 4 قطع. هاجي بقى اشكل كل قطعه بحيث ان انا افردها، بس طبعا هحط رشه دقيق بقى عشان اعرف اشتغل ما تلزقش مني في المفرش السيليكون ولا في ايديا. وبين الشابه الصغنونه دي هبدا ان انا اعملها زي شكل مستطيل مفرود، وعشان تكوني شكل العيش الفينو هتقلبيه رول بالشكل ده، تفضلي تلفيها رول رول وتقفلي الجوانب كويس جدا، وتقفلي كمان الطرف المفتوح اللي احنا عملنا بيه الرول. ظبطوا الشكل بتاعه بقى عشان يبقى شكله منتظم، ما يبقاش كده يعني طالع حته ونازل حته، لحد ما يبقى اسطواني بالشكل ده. شايفين حجمه رفيع ازاي وصغير؟ ده بقى هيبقى عيش فينو حجمه حلو جدا. كل كوره هاخدها هعملها بالشكل ده، هفردها الاول بشويه دقيق، ما تكتروش دقيق قوي، ولو طلع زياده منكم اثناء اللف بتاع العيش نفضوا الدقيق، عشان الكتر دي هيخلي العجينه ما تلزقش في بعضها ولا تقفل على بعضها. اهو بصوا هقفله ازاي من الجناب، وهقفل التقفيله الاخيره دي كويس جدا. اقوم واخداه لفتين كده على ايديا وخلاص شكله بقى منتظم اهو، واقوم حاطاه في الصينيه. انا استخدمت صواني عاديه وصينيه كمان خاصه بالعيش الفينو. الصينيه دي ممكن تلاقوها عند اي حد بتاع صواني والومنيوم وكده، بس لو ما لقيتوهاش عادي خالص مش هتفرق، هي بس بتخلي شكل العيش وهو بيخمر شكله منتظم، ياخد القبه بتاعه العيش والهيكل بتاعه والحاجات دي، لكن من غيرها عادي خالص هيطلع معاكي عيش فينو تحفه برده. اهو عملت صينيتين وعمل معايا 16 رغيف عيش فينو بنص كيلو من الدقيق. طبعا لو كنت استخدمت كيلو كامل كان هيديني حاجة و30 رغيف، ما شاء الله يعني كمية كبيرة جدا. هنا بقى جبت بيضة وجبت عليها شوية لبن وهقلبهم كويس جدا مع بعض، ودول هيبقوا الدهان بتاع وش العيش. حاجة بسيطة جدا كده بالفرشة وبالراحة خالص لما يخمر. طبعا هو خمر للمرة التانية عشان كده بصوا حجمه قد ايه. وهبدأ ادهن وش العيش بالشكل ده. طبعا لازم ايدك تبقى خفيفه جدا عشان اي يعني غلطه او تقل شويه هتلقي العجين هبط منك ومش هيقب تاني. الفرن بتاعي انا مسخناه كويس جدا، هدخله عشان يتخبز، مش هياخد وقت كبير خالص، هو تلت ساعه على نار عاليه. شايفين ما شاء الله اخد لون تحفه، ولو عايزه تفتحي الشوايه لو ما خدش لون افتحي هياخد لون حلو قوي، وطلعيه على طول. طبعا ممكن ترشوا سمسم حبه البركه على وشه بعد ما تدهنوا دهنه البيض باللبن، ريحته بقى رهيبة. عشان كمان يفضل طري لازم يتغطى بقماشة بفوطة مطبخ تكون كبيرة، غطوه كويس جدا وسيبوه على مهله خالص لحد ما يبرد، هيطلع هش وطري جدا. شايفين؟ اما بقى لو سبتوه للهوا منه فيه كده يبرد من الهوا هتلاقوه نشف خالص. بصوا بقى بيطلع كمان من الصاج بتاعه ازاي لازق في بعضه بقى، وعايز اقول لكم من جوه ما شاء الله يعني جميل جدا، هش قوي وكمان طعمه وريحته حلوين. اللبابة اللي فيه بتشبع، ما هواش عامل زي العيش الفينو الجاهز اللي مهما تاكلي في عيش تلاقي نفسك لسه جعانه، لان طبعا ما بيشبعش خالص، لكن ده ما شاء الله مشبع جدا. وتقدروا تعملوه بدقيق الاسمر زي ما عملته السنه اللي فاتت كده برضو على دخول المدارس، عملته بدقيق الاسمر والشوفان كان حلو جدا جدا. اهو ده شكله ودي الكميه اللي انا عملتها. تعالوا بقى ندخل على الصنف الثاني اللي معانا النهارده، هو الكيك الحلو ده. بصوا بقى حته كيك مش هتصدقوا ابدا ان هو معمول ببيضه واحده، وهيعمل معانا كميه حلوه جدا. بدل ما نعمله في صينيه تكون مدوره ونفضل نقطع فيه كتل كبيره كده، لا انا عملته شرايح بالشكل ده بحيث ان كل واحد من الولاد ياخد منه في المدرسه، ما فيهوش اي حاجه يعني لا كبير ولا اي حاجه. المقادير اللي معايا كلها برده زي ما اتفقنا هي بيضه، ومعايا من كل حاجة كميات بسيطة جدا. هو اللبن كوباية واحدة، الدقيق كوبايتين، السكر كوباية الا ربع، والزيت تلت كوباية، وبس كده. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه عشان ياخد الشكل الحلو اللي انتوا هتشوفوه في الاخر ده. انا حطيت بقى في الخلاط هنا او على ايدك حتى بالمضرب اليدوي بيضة، كوباية اللبن، وكوباية الا ربع من السكر، وتلت كوباية الزيت، وطبعا رشة الفانيليا بتاعتنا.
هضربهم كويس في الخلاط لحد ما كل ده يعني السكر على فكرة عادي هيدوب، يعني ما هوش البودرة، السكر بتاع الشاي العادي خالص، هضربهم في الخلاط كل ده هيدوب ويمتزج مع بعض وخلاص كده القوام السائل او الحاجات السائلة قصدي بقت كلها كويسة. الدقيق بقى هو اللي هضيف عليه البيكنج باودر ورشة الملح. الكاكاو هتشوفوا هعمل بيه ايه في الاخر، هيدينا الشكل اللي هو التعريجة اللي على وش الكيك. صبيت السوائل دي في طبق وهنخل الدقيق فوقيها كوبايتين زي ما اتفقنا من الدقيق، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة الملح بتاعتنا، وهننخل كل الحاجات دي مع بعض. هقلب بقى بالراحة خالص بالمعلقة او بالمضرب لحد ما قوام الكيك يبقى متجانس وخلاص كده. يعني الموضوع سهل جدا ومش محتاج بقى العجان ولا اي حاجة، الكيكة اصلا سهلة قوي. وبعدين هطلع معاكم الكمية اللي انتوا شفتوها دي، يعني ما تستهونوش ان هي ببيضة واحدة بس، لا هي ما شاء الله يعني الحاجات اللي فيها تطلع كيكة محترمة جدا. والصينية اللي انا هستخدمها مقاس 30 في 40، صاج عادي خالص اللي احنا ممكن نخبز فيه كحك وبسكوت وحاجات من دي. هنزل الخليط كله. بصوا بقى اخر كمية من العجين اللي في الطبق ده، بدل ما هنزله لونه ابيض كده هتشوفوا هحط عليه معلقة كاكاو، وهبدأ ان انا اخليه الخليط بتاعها لونه شوكولاتة عشان اعمل تعريجة بس على وش الكيك من غير تزيين كيك ولا اي حاجة، هو شكله اصلا هيطلع حلو. هساوي بس الخليط عشان ما يبقاش حتة عالية وحتة لأ. بصوا الكمية دي مش هاخدها كلها كمان، انا هنزل منها في الطبق حبة كده وخلاص. احط بقى معلقه صغيره جدا من الكاكاو، معلقه صغيره بتاعه الشاي كاكاو، وهحط قدهم لبن عشان بس الكاكاو هيتقل القوام شويه. هقلب بقى كويس جدا وهحطهم في كيس بتاع التلاجه، او لو عندك كيس حلواني اللي هو الاستخدام المره الواحد ده ماشي، وهو ده اللي انا هعمل بيه الخطوط. حطيت الكيس كده في كوبايه عشان يبقى سهل عليا، وخلاص كده هخرم الكيس بقى من تحت خرم صغير جدا عشان ما ينزلش كميه كبيره مره واحده، وهبدا امشي خطوط زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، هيطلع ما شاء الله يعني الشكل تحفه. بس كده بخلت سنان بقى هقوم رايحه جايه خطوط عكس بعض، هيدينا التعريجه اللي انتوا شفتوها في الاخر دي. بس الفرن عندي كان سخن 180 درجه، هدخل بقى الكيك بتاعي هيطلع ما شاء الله بعد تلت ساعه، برده ما خدش وقت خالص لان الرقه بتاعه الكيك رفيعه زي ما انتم شايفينها كده، شايفين بقى هشش ازاي وعالي ما شاء الله يعني سمكه حلو جدا. هشيل ورقه الزبده، هي كانت ضروري احطها صراحه يعني لان الصاج ده نوعيته اخاف احط فيها الكيك على طول يلزق فيها، فانا ما جربتش ابدا اخبز فيه من غير ورق زبده. هقلب بس الكيك بتاعي على ورق زبده نظيف، وهشيل طبعا اللي في الظهر ده، وهبدا بقى اقطعها. طبعا تقطعيها مربعات تقطعيها مستطيلات براحتك خالص، هي هتبقى سهله جدا، ممكن تعملوا منها جاتو كمان. يعني الكيكه مش قادره اقول لكم هي اسفنجيه قد ايه بصراحه. طبعا الكميات اللي انا بعملها النهارده دي مش هشيلها في التلاجة بقى، لا دي هتتشال في الفريزر وهي طازه، اول ما تبرد بس تاخد حراره المطبخ تتعبى في اكياس تلاجة وتدخل في الفريزر تقعد معاكي ما شاء الله كمية يعني وقت حلو. للمدارس بقى تقعد معاكي اسبوع اسبوعين على حسب طبعا استهلاكك. بص بقى انا هقطعها نصين زي بعض بالظبط، وهحطهم على بعض عشان اشيل الاطراف. الاطراف صراحة انا شلتها عشان التصوير، غير كده يعني ما مش هتفرق في حاجة، انا بس شلتها عشان يبقى شكلها حلو وانا بوريها لكم، لكن احنا كده كده بنعمل الحاجة دي في البيت وهتتاكل باطرافها عادي خالص. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، طعمها تحفه. شايفينها بقى دي، ممكن تعملوا منها كمان رقتين على بعض وتحطوا ما بينهم مربى او صوص شوكولاته اي حاجه، بس المربى هتبقى حلوه قوي بصراحه مع الكيك ده، مربى مش كده تكون فيها شويه لزعه مع يعني حلاوه الكيك هتطلع طعمها حلو جدا، عامله زي الكيك النايتي اللي كنا بنشتريه زمان واحنا صغيرين من المدرسه او واحنا رايحين المدرسه يعني. اهي بصوا تحفه، هعبيها انا في علب بصراحه وهشيلها عشان المدرسه ان شاء الله، وممكن كل اسبوع او اسبوعين نعمل صنف جديد حاجه جديده للولاد او نكرر نفس الاصناف، المهم يعني ان هم ما يزهقوش كل يوم سندوتشات هي هياها، ونفضل محتارين نحط جبنه ايه مش عارفه ايه، نشكل احنا بايدينا احسن. بصوا ما شاء الله الكمية دي طلعت معايا 12 قطعة من الكيك، تخيلوا بقى ببيضة واحدة عملنا 12 قطعة من الكيك، مش قادرة اقول لكم والله طعمها حلو ازاي.
تعالوا بقى ندخل على الصنف الثالث، وهو هنعمل حاجه حادقه. انا هعمل كب كيك عملته معاكم قبل كده وهنعمله تاني ان شاء الله، لان فعلا ممتاز، والولاد تقريبا والله ما بطلوش يطلبوه يوميا، بقيت اعمله لهم في الميكروويف من كتر ما هو عاجبهم قوي. عملت منه كميتين عشان الكميه الثانيه حطيتها في قالب توست، طلعت تحفه، وتتقطع بقى كده شرايح وتتقدم مع الولاد في اللانش بوكس، تحفه بجد. برضو الكب كيك الحادق ده هعمله ببيضه واحده بس، حطيت بيضه وحطيت اللبن وحطيت كمان زبادي عشان الزبادي بيخلي العجينه هنا تحفه، وهستخدم كمان زبده، وممكن تستغنوا عنها وتحطوا زيت او سمنه. انا هحط معلقتين كبار من الزبده لان هي دي اللي كانت متوفره عندي يعني، وشايلها للمخبوزات بتاعه المدرسه. وحطيت كمان معلقه الا ربع كده من السكر، ما تخافوش مش بتبان حلاوته خالص لان الحاجات اللي هنحطها كلها حادقه، ورشيت رشه فلفل اسمر لان مش هينفع احط فانيليا. هقلب بقى كل ده على ايدي، وخلاص كده المكونات السائله خلصت، لبن وزبادي وبيضه وزيت او زبده وشويه فلفل اسمر. الباقي بقى هيكون دقيق اللي هو كوبايه ونص من الدقيق، عليهم رشه بيكنج باودر ورشه الملح بتاعتنا. طبعا بما انها كيك حادق او يعني مخبوزات حادقه هحط لها جبنه بقى، مش قادره اقول لكم بقى بتديها طعم ازاي، بس يعني ما تحطوش انواع كتير من الجبن الحادقه. انا حطيت شويه موتزاريلا اهو، دي موتزاريلا على شيدر مخلوطه على بعض، وكمان هحط تركي. التركي طبعا بيدي يعني ملح شويه، التركي ده مبشور، والكميه طبعا برده على حسب رغبتكم انتوا، ما تتقيدوش باي كميه خالص. وهقلبهم كده مع بعض، وممكن احط بسطرمه بيفي او لانشون لحمة او لانشون فراخ، برضو مش هتفرق، اي حاجة تحبيها. ممكن تحطي شرايح زيتون، بس الولاد محبوش الزيتون من جوه الكب كيك، فانا بحطه على الوش بس. هنا بقى هحط كيلو ايه، كوباية ونص من الدقيق، عليهم رشة البيكنج باودر، وهقلب. انا هعلق الخليط تقيل شوية في ايديا، فهحط شوية لبن صغيرين جدا، هي قوامها اتقل من الكيك العادي حاجة بسيطة، فهو تقيل ما هوش خفيف. هو بعد ما قلبت هحط شوية لبن بس عشان قوامه يخف في حاجة بسيطة. وفي قوالب الكب كيك زي ما انا عملت كده على طول، دهنوها دهنة زيت من غير ورق، بلاش ورق الكب كيك خالص في الوصفة دي، او في قالب التوست اللي انا في ايديا ده بصراحة هحط له رشة زيت. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات حاولت انزل اشتري واحد الومنيوم ما لقيتش خالص، فهستخدم اللي عندي ده، هو بيحرق الاكل شويه، بس انا هحطه في صينيه الومنيوم عاديه اكبر شويه، هتوزع الحراره احسن. ودي كان بناء على نصيحتكم، بجد فرقت جدا وطلع تحفه بصراحه، تسويته حلوه قوي. هوزع بقى الكميه بتاعتي دي، عملت كميه زيها بالظبط للكب كيك خلاص، عشان ما حدش يفتكر ان الكميه دي كفت الصينيه دي وصينيه الكب كيك، لا، كل صينيه عملت لها كميه منفصله لوحدها بنفس المقدار. حطيت بقى على الوش جبنه تركي مبشور تاني، وحطيت زيتون مخلي بالشكل ده، بس هدخلها الفرن برضو تلت ساعه بالكتير، وهتلاقوها طلعت ما شاء الله تحفه. اهو الكب كيك مقدار لوحده، والصينيه دي مقدار لوحدها، ريحه الجبنه بقى التركي بالذات بتدي طعم حلو قوي للمخبوزات، جربوها كده، او ممكن تحطوا جبنه بيضه جبنه مثلثات حتى، هيبقى طعمها حلو قوي. برضو لما بردت تماما ابتديت اقلبها عشان برضو ما تتقطعش مني ولا تفرول، بس ما شاء الله حلوه قوي بصراحه. قطعوها بقى زي ما انتوا عايزين، وادوها الولاد معاهم في المدرسه او يفطروا بيها الصبح في البيت، يعني هيحبوها جدا باذن الله زي ما ولادي كده حبوها. انا كمان شخصيا حبيتها جدا، وقررت ان انا اعمل منها تقريبا كل ما تخلص. ده كده كان بالنسبه للكب كيك الحادق، وعايزه اوريكم كمان العيش الفينو من جوه عامل ازاي. شايفين اللبابه بتاعته حلوه ازاي، مش قادره اقول لكم لما سخنته بعد التجميد، يعني انا شلت الكميه دي في الفريزر طلعت منها تاني يوم افطر، مش قادره اقول لكم لما سخن ريحته كانت حلوه ازاي. حطيت فيه جبنه ولانشون هنا، يعني ساندوتش مشبع جدا. هنعمل بقى اخر وصفه معانا النهارده، وهي البسكوت الشاي ده، بسكوت شاي عادي بس انا عاملاه للمدارس عشان ياخدوه معاهم برده التنويع، يوم بسكوت يوم كيك، فعشان يبقى عندي كذا حاجه اصنف منها، لان طبعا الوقت عندي ضيق، فلما اشتغلت يعني كانت العزيمه شديده شويه، فقلت اعمل كذا صنف يريحوني كام يوم. هنا بقى هستخدم بيضتين، لان البسكوت ده هعمله باتنين بيضه بس خلاص،
البيض اللي عندي كان صغير جدا اللي اشتغلت بيه النهارده، فما كانش عندي كبير، فهو ده اللي انا اشتغلت بيه الوصفات كلها. حطيت بيضتين وحطيت سكر، وهستخدم معلقه واحده بس من الزبادي، مش عايزين سوائل كتير عشان كده حطيت زبادي، وتلت كوبايه او ربع كوبايه من الزيت. كل حاجه طبعا مكتوبه بالمقادير عشان ترجعوا لها في اي وقت وتكون سهله عليكم. هضرب الحاجات دي في الخلاط، وممكن طبعا تتضرب على الايد بس عشان السكر يدوب اكتر. وخلاص كده المكونات الجافه بقى هنبدا نحطها، وما نسيتش الفانيليا ان انا احطها مع الخلاط. هنزل بقى الخليط السائل ده، هنزل كمان بالدقيق. المكونات بسيطه جدا على فكره، انا استخدمت كوبايتين مبدئيا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. بقيه الدقيق انا هضيفه اثناء تجميع العجينه، لو لقيتها لسه بتلزق هضيف معلقه في معلقه. فهو تقريبا اخد مني كوبايتين ونص من الدقيق. هقلب بقى الحاجات دي كويس قوي، وطبعا اول ما تلو العجينه لما توقفوا تقليب عشان الجلوتين اللي في الدقيق ما يزيدش وتقلب، يعني البسكوت يقلب حاجه كده ناشفه. طبعا هي لسه سايله عشان كده انا هضيف الدقيق تدريجي معلقتين في معلقتين لحد ما لقيت ان هو اخد مني كوبايتين ونص بالظبط. العجينه لمت معايا اهو، بصوا هتيجي تدوسوا عليها ما بتلزقش، وكمان بتتشكل بسهوله خالص وناعمه جدا مش بتشقق. هاخدها بقى في على المفرش السيليكون، وهبدا ان انا اشكل منها باي شكل، اي قطعه عليها شكل. يعني ممكن تستخدموا القلوب الدواير، او حتى تقطعوها مستطيل بالسكينه، المهم ان انتوا تعملوا اشكال يعني زي ما انتوا عايزين. وسمك البسكوته ما تبقاش تخين قوي عشان تستوى معاكوا كويس. انا هنا خدتها على المفرش السيليكون ده وحطيت عليها كيس مطبخ عشان تتفرد معايا بسهوله ما تلزقش في الخشبه. وبالقطعه دي انا عملتها احجام صغيره زي ما انتم شايفين كده. برضو الفرن سخن، وهدخلها على صاج مش مدهون اي حاجه خالص، البسكوت ما بيدهنش تحتي حاجه خالص، وهتقعد تقريبا برضو ربع ساعه بالكتير في الفرن. البسكوت ما بيستحملش تسويه وما اخدش يعني حرارة عالية، هي كانت الحرارة على اهدى حاجة في الفرن. عمل معايا صينيتين تقريبا، وما شاء الله الكمية بتاعته حلوة جدا، وهتاكل نصه تقريبا او اكتر كمان. والله ما لحقتش اشيل منه غير طبق صغير للمدرسة. ان شاء الله هنعمل تاني مفيش مشكلة، بس انا حبيت يعني الحقكم انتوا بالوصفات لعل وعسى حد يستفيد ولو وصفة واحدة يعني، او تلهمه بوصفات تانية تيجي في دماغه يعني. بس خلصت انا بقى كل حاجه النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بشيء بسيط. ما تنسوش تدعوا لنا بدعوه حلوه لاولادنا بالنجاح والتوفيق يا رب، ويجعلوا بفايده كده. وما تنسونيش من دعائكم الصالح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، مع الف سلامه حبايب قلبي.